تولي الحكومة قطاع الصحة العامة ومكافحة مرض الملاريا في البلاد اهتماما كبيرا، ومن أجل تفقد سير عمل المراكز الصحية في العاصمة أنجمينا والوقوف على الصعوبات التي تواجهها، جاءت زيارة وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح إلى عدد من المراكز الصحية بالعاصمة أنجمينا، حيث استهل الوزير زيارته بمركز التحاليل الطبية جران زندمي، وعقب تفقده لمختلف الأقسام التابعة للمركز وكذا استماعه لشروحات رؤساء الأقسام، تعرف الوزير على عدد من العقبات التي تعيق سير عمل المركز، منها التخلي عن بعض المسؤوليات في استخراج بطاقات التطعيم للمسافرين، وكذا عدم احترام السعر الذي وضعته الوزارة لاستخراجه. نشجع العمال الشغالين في مجال الصحة الدكاتير وكلهم في شان في وقت حسا حاليا من الخريف بنفس الملاريا هي أول أمراض بهذه التشادين، والأدوى هي موجودة وهي مجال لكل الناس اللي عندهم الملاريا، وده جينا لنشوف كيف هذا النظام هو قاعد في المكاتب، وفعلا في مشاكل في واحد منهم وما فاهمين كيف البرنامج هو يكون. من هنا قدام يعني طلبنا منهم اللي كل واحد خلي يطبخ البرنامج القائد مع الوزارة الصحة، هي ما يخص البطاقة انت تطعيم، كل واحد يعمل التطعيم قبل ما يلقى البطاقة، والبطاقة كل السرعة هو محدد هو ب 200 ريال، وحاليا هو قاعدين بيسووا ب 600 ريال، ده كله طبعا ادينا توجيهات لي من هنا قدام خلوا السر الواجب بس يكون لكل التشهدين ليسهل لهم الأوامر في هذا المجال. أما في مراكز بولولو وبوليكلينيك فقد وقف الوزير على أهم التحديات التي تعيق عمل المركزين واستمع لشروحات من مسؤوليها، وقد وعد الوزير بإصلاحات عاجلة ستكون الوزارة جزء منها حتى يتثنى تقديم علاج نوعي للمواطنين. هذا وإن مثل هذه الزيارات إذا ما تم متابعتها بعناية فائقة ستحدث تغييرا للأفضل في المستشفيات والمراكز الصحية.